السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد تاني مع مصطفى سعدي. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الـ SQL أو السيكوال. هي ما نقدرش نقول إن هي لغة برمجة، ولكن هي لغة بتستخدم في الاستعلامات أو في الكويريز جوه الـ Database Management System أو نظام إدارة قواعد البيانات. طيب، هو كان في حد سألني سؤال عايز يفهم يعني ايه SQL بشكل مبسط، لان هو كان داخل لسه مجال الويب، وطبعا يعني اول ما انت هتخش مجال الويب جديد اكيد كلكم عارفين ان احنا بنحتك احتكاك مباشر بالSQL. اول ما نبدأ بقى نكون عايزين نعمل applications فيها قاعدة بيانات وrelations بقى جوه قاعدة البيانات دي والشغل اللي احنا عارفينه كلنا يعني. فبكل بساطة الSQL هي اختصار لstructured query language او لغة الاستعلامات البنيوية. طيب يعني ايه بقى؟ يعني برضو الكلام لما بيترجم للعربي صرف كده بيبقى مش مفهوم. يعني ايه لغة الاستعلامات البنيوية؟ الـ SQL ببساطة هي لغة بتستخدمها في عمل الاستعلامات من وإلى قاعدة البيانات. خلينا نفهم يعني ايه قاعدة البيانات بالنسبة للبرمجة. قاعدة البيانات بالنسبة للبرمجة أو يعني بالنسبة للسيكوال هي عبارة عن شوية جداول، كل جدول فيه صفوف وفيه أعمدة. الأعمدة هي عبارة عن مسميات الأشياء أو خصائص كل جدول، بتمثل خصائص كل جدول. مثال، أنا مثلا عايز أمثل مجموعة من الموظفين عندي، عايز أضيفهم عندي في الداتابيز، عايز أعمل قاعدة بيانات أضيف فيها الموظفين اللي عندي وشكرا. فهعمل إيه؟ هعمل قاعدة بيانات جديدة هسميها أي اسم، وهعمل جواها تيبل أو جدول. هذا الجدول جواه شوية خصائص. اسم الجدول هو اسم الحاجة اللي أنا بعبر عنها في الواقع اللي هي الموظفين، فهسميها مثلا الامبلويز. تمام؟ طيب ده اسم التيبل او اسم الجدول. طيب الصفوف قلنا هي البيانات نفسها، تمام، اللي انا هملاها. اوكي، طيب الاعمدة بقى هي عبارة عن ايه؟ اللي هي خصائص الشيء اللي انا بعبر عنه في الواقع. كل موظف ليه اسم، اكيد ليه اي دي او رقم تعريفي خاص بي، ليه رقم قومي اقدر اسجله عندي لو انا محتاجه في اي حاجة، ليه رقم تليفون، ليه محافظة عايش فيها، ليه مدينة عايش فيها، تمام، ليه كمان لوكيشن اقدر اسجل اللوكيشن بتاعه اللي هو بيبقى عبارة عن لونجيتيود ولانجيتيود، تمام، اللي هو بقدر اجيبه عن طريق جوجل مابس، اللي هو مكانه فين على الخريطة. اقدر اسجل كل البيانات دي والى ما لا نهاية. اقدر من الموظف ده اشوف البيانات اللي انا محتاجها وابدأ ابقى احط الخصائص دي عندي جوه التيبل بتاعي او الجدول بتاع قاعدة البيانات. تمام؟ طيب فكده مثلا لو انا جيت ضفت موظف جديد، عندي مثلا موظف اسمه مصطفى سعدي، فهضيف الاسم بتاعه مصطفى سعدي، الاي دي بتاعه مثلا اي دي التعريفي بتاعي داخل الشركة مثلا 2، رقمه 2، الرقم القومي هضيف الرقم القومي بتاعه، كل البيانات اللي احنا قلنا عليها، المحافظة اللي عايش فيها ومكانه واللوكيشن وكل الكلام اللي احنا قلنا واللونج واللات اللي احنا قلنا عليهم. فالفكرة ان انا دلوقتي ضفت صف، يعني اللي في الصف دول اللي هو بيانات الموظف اللي اسمه مصطفى سعد. فكده انا عملت جدول جديد، تمام، في قاعدة البيانات ضفت فيه الموظفين بتوعه. تمام؟ فكده يعتبر الموضوع بقى سهل عليا ان انا اخش على قاعدة البيانات دي اجيب منها البيانات وابدأ اعرضها عندي في الويب. ايه اللي بيخليك بقى؟ طبعا قاعدة البيانات دي هي عبارة عن ستورج او زي حاجة زي الهارد كده، تمام، البيانات بتبقى متقسمة فيها بشكل يعني بشكل مش زي عندنا في الهارد كده انت بتحط الفايلات تحت بعضها، لا هي بتبقى مترتبة بشكل محدد خاص بقواعد البيانات نقدر نتحكم فيها عن طريق ان احنا نغير حاجات اسمها الاندكسز والكلام ده كله، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نفهم يعني ايه SQL، ولكن لك ان تفهم ان في قاعدة البيانات البيانات نفسها بتبقى مرتبة ومنظمة جوه الاستورج دي او جوه
وحدة التخزين بشكل انت ما تقدرش تفهمه، فبنبقى محتاجين حاجة تساعدنا في ان احنا يعني نبدأ ان احنا نكتب بقى تعليمات او كويريز نجيب بيها البيانات دي. فبنحتاج حاجة اسمها داتابيز مانجمنت سيستم او وحدة ادارة قواعد البيانات. دي كل وظيفتها ان هي بتبدأ تأكسس او تلج الى الوحدات التخزين اللي عليها قاعده البيانات، وتبدا تعرض لنا الجداول بتفاصيلها بكل الكلام ده كله، وتقدر من خلالها ان انت تنفذ تعليمات. طيب ايه التعليمات بقى اللي احنا عمالين نتكلم عليها وايه الاس كيو ال دي؟ زي ما احنا قلنا ان البيانات محطوطه في الاستورج دون بشكل محدد وشكل صعب على الانسان العادي ان هو يبدا يخش يدعبس فيه بنفسه يعني. ف هنا يأتي دور لغة الـ SQL. لغة الـ SQL هي وظيفتها كلها ان هي تخليك تدير قاعدة البيانات بتاعتك دي. نفترض جدلا دلوقتي ان احنا زي ما احنا قلنا في الاول ان احنا عايزين نضيف عايزين ننشئ قاعدة بيانات جديدة، فبديله امر معين اقول له انشئ لي بيه قاعدة البيانات الجديدة، تمام؟ طيب عايز انشئ جدول جوه قاعدة البيانات الجديدة، بديله امر عن طريق لغه الاس كيو ال ان انت انشئ لي جدول جوه قاعده البيانات الجديده. هذا الجدول ليه خصائص. طيب ببدا اضيف الخصائص بتاعه هذا الجدول عن طريق الاس كيو ال لانجويج، زي ما قلنا ان انا بديله تعليمه او استعلام، تمام؟ خلينا نقول تعليمه لان تعليمه اوقع، استعلام ده اللي هو انت عايز تجيب بيانات بس هي بتبقى يعني احيانا بتبقى عايز تستعلم وتضيف او تعدل على قاعده البيانات. فزي ما احنا قلنا عايزين نضيف خصائص لهذا الجدول، بنبدا نضيف عن طريق لغه الاس كيو ال، بديله تعليمه معين او كوماند كده بيبدا ينفذه يعمل الموضوع ده. عايز بقى ابدا اضيف، فبقول له انسيرت انتو الجدول الفلاني وابدا اديله البيانات اللي انا عايز انسرتها. عايز اعمل ايديت، فببدا اقول له ابديت على الجدول الفلاني في على التعليمه اللي الاي دي بتاعها فلاني الفلاني او مثلا 10 مثلا او 5، تمام؟ عدل لي عليها، تمام؟ طيب زي ما احنا قلنا ان قاعده البيانات دي هي احنا بنستخدمها في تسجيل البيانات، فلازم كل حاجه جوه قاعده البيانات دي تكون يعني بتعبر عن نفسها او تكون فريده من نوعها او يونيك. تعال نفترض جدلا دلوقتي ان انت ضفت موظف، تمام؟ اسم موظف، عندك موظفين مثلا واحد اسمه احمد محمود واحد اسمه احمد محمود، تمام؟ ومفيش خصائص تفرق ما بينهم، يعني انت ما عندكش خصائص تفرق ما بينهم، هما مثلا انت عملت الجدول الجدول خصائصه الاسم والمكان المحافظة والمدينة بس، وحظك السيء ان المحافظة والمدينة زي بعض والاسم زي بعض، هتفرق ما بينهم ازاي؟ اقول لك في حاجة اسمها primary index، دي كل هدفها في قاعدة البيانات ان هي تخلي كل صف من الصفوف اللي انت بتسجلها في قاعدة البيانات او في التيبل او في الجدول جوه قاعدة البيانات يكون يونيك او مميز. اللي هو ازاي؟ انت ضفت اول واحد فهيتسجل له اي دي واحد اوتوماتيك كده، انت بتعمل له اوتو انكريمنت فبيبقى اوتوماتيك، فيبقى اول واحد تسجل اي دي هو واحد، تاني واحد تسجل اي دي 2، تالت واحد تسجل اي دي 3 وهكذا. فاحمد محمود اللي انت عايزه انت عارف الاي دي بتاعه، تمام؟ فبتناديله بالاي دي بتاعه اللي هو مثلا 2. فدي حاجه بتخلي لك الدنيا تبقى فريده من نوعها او البيانات تبقى عندها كونسبت يونيك، ان هي الحاجه تبقى يونيك. وممكن اصلا انت تحط ريستريكشن في التيبل بتاعك ان انت تقول له ما خلي النيم اصلا اللي هو الفيلد بتاع النيم او الاسم يكون يونيك او فريد من نوعه، ان ما ينفعش يضاف حاجه ليها نفس يعني في الفيلد اللي اسمه نيم دوما، ما ينفعش يضاف حاجه يعني حاجتين ليهم نفس الفاليو، تمام؟ يعني ما ينفعش اتنين في نفس الجدول يبقى في النيم اسمه احمد مثلا بنفس الاسم بالظبط ونفس الاسبيل. اعذروني لو انا بتكلم مصطلحات يعني هي مش انجليزيه خالص، هي بس الواحد بس اتعود عليها، فبحاول انا اعربها لكم بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، فلو قلشت مني شويه اعذروني. طيب هل قواعد البيانات هي جداول بس كده خلاص؟ يعني بعمل جدول الموظفين وخلاص؟ لا، القواعد البيانات فيها حاجه مميزه جدا وهي انا بشوفها هي افضل من فكره الجداول اساسا محفوظ البيانات، هي الريليشن شيبس او العلاقات ما بين الجداول. تعال نفترض مثلا يعني
ان انت عندك موظفين وعندك تاسكات، تمام؟ انت عندك تاسكات، عملت جدول للتاسكات او المهمات اللي هيعملها الموظفين دول، وعملت جدول للموظفين نفسهم، عايز تربط ما بينهم بقى. انت عندك في الورق بتاعك عارف ان فلان الفلاني احمد مثلا عنده تاسك الفلانيه، فدول متسجلين في تيبل او في جدول ودول متسجلين في جدول، فهتربط ما بينهم ازاي؟ تربط ما بينهم بكل بساطه عن طريق الريليشن شيبس او العلاقات دي. خلينا نقولها في فيديو تاني لو انتوا عايزين حابين تفهموها تفاصيلها يعني والديتيلز بتاعتها، لو انتوا حابين تعملوها عشان الفيديو طول جدا قدامي 10 دقايق، تمام؟ ولكن ببساطه شديده الريليشن شيبس هي اللي بتنظم لك العلاقات ما بين الجداول، بتقول لك اليوزر او الامبلوي او الموظف اللي الاي دي بتاعه 2 واخد تاسك الاي دي بتاعه 3 مثلا، تمام؟ تقدر تستخدم البيانات دي عن طريق ان انت بتعمل تعليم اس كيو ال على قاعده البيانات، بترجع لك الداتا وبترجع لك العلاقات ببعضها، بترجع لك الامبلوي والتاسك بتاعته، وتبدا انت تعرضها عندك في الويب. فدي هي وظيفه الاس كيو ال، وظيفه نظام اداره قواعد البيانات، ووظيفه قواعد البيانات نفسها. فانت كده خدت نوعا ما بريف كده سريع او يعني ايه قاعده البيانات او ايه الاس كيو ال دي اصلا، بدون خوض في تفاصيل برمجيه. لو عايزين نشرح اس كيو ال، لان طبعا الاس كيو ال دي يعني عايز اقول لكم بصراحه يعني ده من باب الكلام الشيء بالشيء يذكر، يعني الاس كيو ال دي انت ممكن تلاقي مثلا حد ممتاز في الاندرويد، حد ممتاز في الجافا، حد ممتاز في الكوتلين، حد ممتاز في سي شارب، بس مش هتلاقي حد ممتاز 100% في الاس كيو ال. الاس كيو ال يعني لغه تعليمات صعبه جدا، يعني مش سهل انت تلاقي حد تنين اس كيو ال، فالموضوع بتاعها كبير وبحرها واسع، واحنا معظمنا يعني بنشتغل بفوتات كده موجود في الاس كيو ال بنقضي بيه شغلنا. ولكن لو حابين ان احنا نتكلم عن المشاكل بقى والحاجات الكبيره قوي في الاس كيو ال، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. اتمنى ما اكونش طولت عليكم الفيديو، اتمنى عرفت اوصل لكم الموضوع بشكل بسيط. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان الحاجات دي بتدعمنا وتحسس ان احنا يعني بنقدم لكم محتوى يفيد بيه الناس، فيعني ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وياريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بنزلها، واشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.